الله مشاهدينا الكرام، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. بتنظيم النادي تراث الامارات انطلق اليوم مهرجان السمحه التراثي في دورته 12 والذي يستمر حتى 5 مارس 2023 تحت شعار فعاليات تراثيه ثقافيه اجتماعيه ترفيهيه رياضيه تجمع ابناء المنطقه والمناطق المحيطه بها. تعالوا بنتعرف معاكم على ارجاء واقسام هذا المهرجان، حياكم معنا. مشاهدينا الكرام، تفتح أبواب المهرجان يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء، وتتضمن فعاليات المهرجان جولة الزوار في السوق الشعبي والألعاب الترفيهية ومسرح الطفل والمكشات والعديد من المسابقات والفعاليات التراثية والثقافية. خلونا بنتعرف معاكم على جانب من هذه الفعاليات. مشاهدينا الكرام، متواجدين اليوم مع فاطمة التميمي رئيس قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات، حياك الله معنا. يا مرحبا فيكم، هلا والله. احنا موجودين طبعا في مهرجان السمحة التراثي الدورة الـ 12، وطبعا هذا اسمه تراثي يعني كل شيء فيه تراثي، الحمد لله رب العالمين، وعندنا جمهور ونتمنى طبعا ان يزيد عدد الجمهور. هو طبعا سنه بسنه احنا عندنا عدد الجمهور ما شاء الله كبير، من اساس انه موجود فينا مسابقات، موجود عندنا امهات مشاركات، موجود عندنا اكلات شعبيه، فهاي تشجع الناس انها، والاكلات الشعبيه طبعا تتوزع مجانا، فتشجع الناس انهم يجون خاصه في الاجازات يعني موجودات. بس احنا عندنا بالنسبه لي انا كوني مثلا رئيس قسم الانشطه النسائيه، عندنا طبعا مراكز نسائيه تشارك في هذا المهرجان، يعني كل ادارات النادي تشارك في هذا المهرجان، لان هذا المهرجان مهرجان سنوي يكون، وبعدين سويناه في وقت يكون الجو مناسب، لان نسويه طبعا في مكان فسيح فما يحتاج يعني تكييف وهذا، فالجو حلو يعني صراحه. ونتمنى ان شاء الله الكل يجي من الامارات الثانيه طبعا يجون يزورونا ويشوفون المهرجان. احنا عندنا تقريبا 3 مراكز على مستوى النادي، مركز السمحة النسائي، وعندنا مركز ابو ظبي النسائي، وعندنا مركز العين النسائي. طبعا هذه المراكز موجوده فيها حرفيات ما شاء الله يشتغلن، اللي هو حرفه التلي، حرفه السدو، حرفه السفه يشتغلونها، وما شاء الله منتجات عندهم، يعني اساس ان هم ايضا نفتح باب اللي هو تدريب حق طلبه المدارس، لان احنا عندنا ان شاء الله من يوم الاثنين ليوم الخميس بيكون في الفتره الصباحيه لطلبه المدارس. طرحنا تقريبا في حدود يمكن 12 مسابقة حق الجمهور يوم بيومه. طبعا في عندنا اللغز التراثي هذا ينسحب عليه اليوم الثاني، عندنا ايضا المسابقة البيئية ينسحب عليها اليوم الثاني. طبعا الأسئلة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا موجودة على المسرح تنعرض قدام الجمهور، اللي طبعا ما لحق عليها يفتح موقع النادي وعلى الهاشتاج ممكن يطرش الإجابة. هذه بالنسبة للسؤالين. عندنا طبعا أكلات شعبية في العشرة أيام هذه، طبعا طرحنا 3 أنواع من الأكلات الشعبية، طبق حلو وطبق مالح. اليوم الحمد لله رب العالمين سوينا الهريس ما شاء الله، يمكن وصلنا 24 طبقة هريس وصلتنا، هي الحمد لله. ووصلنا أيضا بالنسبة للعصيدة نفس الكلام، بعد عندنا طبعا العدد كبير. طبعا في شروط المسابقة المشاركة، أنا مثلا تكون مثلا من الزوار اللي موجودين في السمحة أو عفوا في مهرجان السمحة، عندنا أيضا يكون مثلا لازم صورة الهوية موجودة اساس يعني الاسم يكون صحيح، يكون مثلا حتى لو يعني يكون على الاقل كل شيء واضح. فما شاء الله تبارك الله الكل ملتزم، اللي يبغى يشارك ما شاء الله جاي هو طبقته وصوره الهويه ما شاء الله. زين انتم كيف عندكم، هل في لجنه مثلا اللي ايوه في لجنه تحكيم؟ طبعا لجنه التحكيم ان شاء الله، لجنه التحكيم طبعا هي كلها من امهاتنا الموجودات في المراكز النسائيه، هم طبعا يحكمن في معايير حطيناها لكل مسابقه، في معايير خاصه يعني مش تحكيم عشوائي، لا في معايير، في طبعا عدد الفايزين كم فايز. احنا اليوم طبعا احنا بتكون 3، المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث، بالاضافه الى جوائز طرديه للسبعه، من السبع جوائز طرديه من الرابع لين العاشر، هذه حق الامهات يعني تعرف ان واحد يراضيهم يفرحون يستانسون في الشيء هذا. وايضا نفس الشيء بالنسبه لي في مسابقه ايضا ثاني، مسابقه اليولا حق الطلاب نسويها، مسابقه الزي التراثي حق الاولاد،
مسابقة الزي التراثي حق البنات أساس أن الناس تعرف شو كان لبس الأمهات. بيض الله ويوهكم ويزاكم الله خير ومشكورين على هذه الانطباع. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير لأختنا فاطمة التميمي، خبرتنا. أظن الشرح كان كافي ووافي. نسمات شتوية جميلة وأجواء عائلية ضمن فعاليات متنوعة في مهرجان السمحة التراثي. ننتظركم ونذكركم بأن المهرجان يبدأ من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً. وحياكم، وإن شاء الله بتستانسون معنا، ونشوفكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.